بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي السامعين والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا ويدرس في المدارس والمناهج الدراسية بشكل عام أن أول شخص استكشف قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية كان كريستوفر كولومبس، ويقال أن لم يستكشف قارة أنتاركتيكا إلا في عام 1820 ميلادية، وأول من هبط على أنتاركتيكا كان كابتن باخرة أمريكية لصيد الفقومات وهو جون ديفيس في سنة 1821 ميلادية. ولكن ماذا لو قيل أن هناك خريطة لكل هؤلاء القارات الثلاثة، ألا وهم القارة الأمريكية الشمالية والجنوبية وقارة أنتاركتيكا، رسمت في سنة 1513 ميلادية بتفصيل عميق وفائق في الروعة، بحيث أن علم اليوم يتفق معه؟ نعم، صاحب الخريطة يدعى رئيس بيري، حاجي أحمد بيري برازي. وإذا أردنا أن نسأل شخصاً وحتى طفلاً في المدرسة من اكتشف قارتي أمريكا، يجاوبنا بكريستوفر كولومبس. ولكن الذين قالوا بذاك المقولة اليوم بأنفسهم يقولون ويثبتون أن القارة استكشفت قبل ذاك، مع إعطائهم البراهين ودلائل شتى. ومن الذين يساندون الرأي استكشاف القارة قبل كولومبس وشركة ناسا الأمريكية، بحيث بحث على خريطة رئيس بيري التي وجد واكتشف في متحف قصر طوبقابي على يد مستكشف ألماني يدعى جوستاف أدولف ديسمان يوم 19 وشهر 10 لسنة 1929. بشكل دقيق اعتجب بها كثيرا، لأن ناسا بحث عن تفاصيل الخريطة وانتج أنها يتفق تماما، ولنقول بشكل كثير، مع خريطة العالمية اليوم. والغريب في ذلك أن الخريطة تحتوي على رسومات وكتابات غريبة وعجيبة وجذابة، منها الحيوانات والوحوش والأساطير القديمة، وتحدث وتكلم عنهم من قبل التاريخيين كثيرا، وتنازعوا فيها بسبب اختلافات رأيهم تجاههم. والجدير بالذكر أن الخريطة رسمت بقياسات وجغرافية دقيقة جدا جدا، والمثال على ذلك أن بيري حدث عن أن عرض الجليد في أنتاركتيكا ميل واحد، يعني لا أكثر ولا أقل، وكما قلنا ناسا يوافقه الرأي. في زماننا هذا تقول العلوم أن الأرض كروية، ولكن هل لنا دراية بأن خريطة رئيس بيري يتفق تماما مع خريطتنا اليوم؟ نعم، بشكل تكاد لا تصدق، فكما نرى في هذه الفيديو أنهما متطابقان كثيرا، وهذا في مجتمع إسلامي ليس بشيء غريب، فإن ابن حزم الأندلسي من أوائل الذين تكلم عن كروية الأرض. وهل كنت تعلم أن أبو ريحان البيروني اكتشف حركة دوران الأرض، وأن محمد إدريسي يسمى بأبي علم الجغرافيا؟ إذن فهذه ليست بشيء غريب، فإن الذين يتلون القرآن ويتدبرونه ويعملون على الأحاديث النبوية ليس لهم ببعيد. وأتت في بال الجغرافيين الحديثيين، كيف يعقل أن يرسم خريطة في ذلك الزمان بهذه الدقة والجمال والقياسات، في حين أن لم تكن الطائرات وأدوات الرفع والنزل موجودا كزماننا الآن، وكما يستعملها شركة ناسا الأمريكية؟ ولهذا يفكر بعضهم، ومنهم شركة ناسا، أن هذا عمل الكائنات الفضائية، وبعضهم يقولون كلاما آخر، وبعضهم يتوقفون عن تقديم آرائهم بسبب تعجبهم للمسألة. وفي غاية الأهمية أن نذكر أن صاحب الخريطة بيري ريس كتب كتابا باسم كتاب البحرية، فيها جمع معلوماتها معظمها، ودرس أماكن الذي زارها ورآها، وكتب معلوماتها بشكل دقيق. الآن نعرف أن ريس بيري استكشف القارة قبل كريستوفر كولومبوس، ولكن
هناك حقيقة علينا أن نقدمه أيضا وهو مهم جدا للذكر، ألا وهو ما هو نسب رئيس بيري؟ من بعض الصفات السيئة التي يقوم بها بعض القوميات وهي احتلال الشخص المشهور، ومنهم الأتراك الذين يقومون بها بعضهم. وكما نرى أن بعض الشخصيات المشهورة التي احتلوها مثل مولانا الرومي وشمس التبريزي وأبو نصر الفارابي وبايزيد البستامي وأبو الحنيفة الإمام الأول في المذهب وحتى النهاية، ولدينا بعض الدلائل والبراهين على أن رئيس البيري كردي النسب وليس تركي النسب كما يزعمون. ومن الدلائل الأول، الأتراك يقولون أنه أصبح تركيا لأنه عاش في الفترة العثمانية، ونقول أن دولة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين في كل أنحاء العالم لم تحكم الأتراك وحدهم، وكانت موضوعات مختلفة وجغرافيات مختلفة، أي العرب والأرمن والأردنيون والأكراد في نفس الوقت كانت روما واليونان والمجر وبلغاريا كلها تحت حكم الإمبراطورية التي كان الكرد جزءا منها أو أمة تحت هذه المظلة، إذا عاش في الفترة العثمانية فهو تركي. وكما تكتب المصادر الألمانية عن رئيس بيري فإن معظم العثمانيين في جيش السلطان ليسوا مسلمين ناطقين باللغة التركية حتى من الأناضول نفسها، بل من المتحدثين اليونانيين والبلغار والألبان والصرب والبوسنيين وغيرهم. الدليل الأول كان منطقيا، والآن في ناحية اللغوي، إن اسم رئيس بيري يتألف من كلمتين رئيسيتين، الأول رئيس، فكما هو معلوم رئيس كلمة عربية معناها القائد والمقصود منها أدميرال، وأصل كلمة أدميرال عربي التي اشتقت من القائد البحار. فإذا كان رئيس بيري تركيا النسب، فلماذا ليس هناك غير اسم هذا البطل كلمة بيري موجودا على شيء آخر كاسم بلدان أو حي أو شيء أو شخص آخر؟ ولكن لدينا الكثير من الدلائل والبراهين على أن اسم بيري موجود على البلدان الكثير منها والأشخاص كثير منها، ومن الأشخاص المشهورة كثيرا بها شيخ سعيد البيران النسب إلى قرية بيران في كردستان التركيا. ولدينا استعمالات شتى وغيرها الكثير من الكثير لكلمة بير في اللغة الكردية، فمثلا يقال بيرميرد مقابل كلمة عجوز، ويستعملون كلمة بيرجن مقابل كلمة عجوزة، وبابير معناه الجد، ودابير معناه الجدة، وكمنطقة بيرسوان، وكحي بيرزين في مدينة العنكبوت أي أربيل عاصمة كردستان، وكمنطقة كانبيرة ومدينة بيرانشار، وكعشيرتي بيرزادة وبيرسنة، وكأسطورة العظيمة بين الأكراد بيرشاليار. وكانت تستعمل كلمة بير منفردا بمعنى الشيخ باللغة العربية، فمثلا نقول بير أحمد بمعنى شيخ أحمد، وغالبا إذا كان الكلمة بير منفردا تقابل كلمة عجوز في اللغة العربية. كل هذا وأكثر معان لكلمة بير في اللغة الكردية، ولكن إذا ذهبنا نبحث في قاموس التركية عن كلمة بير لا نكاد نجدها. كيف يعقل أن يكون اسم شخص لا معنى لها؟ وهذا دليل واضح لأولي الألباب. ثالثا، رسم الرئيس بيري خريطة لا مثيل لها، وفي يسارها أي شمالها نرى مخطوطة أو كتابات باللغة العثمانية القديمة، أنها كتب عليها
خريطة الفقير بير حاجي محي الدين برازي زاد الكمال رئيس إلى آخره. ومن الجدير بالذكر هنا كلمة برازي، والبرازي كلمة كردية بمعنى الارتفاع أو العالي، فهو عشيرة كما قال أمين زكي بق في كتابه الكرد والكردستان، فرع من فروع الحسنوي. طبعا هذا كله الله أعلى وأعلم. وربما يأتي في بالنا، لماذا هذا الرئيس العظيم لم يتحدث عن نسبه ولا عن الأكراد؟ فكما نعلم إنه كان مسلما، ومن صفات المسلمين الممتازة هي التواضع وعدم المبالغة في فخر بالنسب، كما يروي الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: دعوها فإنها خبيثة. وفي رواية في صحيح ابن حبان: دعوها فإنها منتنة، أي دعوا الفخر الكثير والطعن في النسب إلاهما. والله أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخوتي وأخواتي في الله، نشرع اليوم أو نتحدث عن أحد نوابغ التاريخ الإسلامي، ونستطيع أن نقول التاريخ العالمي، من حيث إبداعاته وعلمه التي نفع بها العالم أجمع، وهو الشيخ أحمد محي الدين بيري، المشهور ببيري رئيس، وأنا أسميه شيخ البحر. أحمد محي الدين بيري هو أحد علماء الكرد في مجال البحر، مثل صلاح الدين الأيوبي المشهور فتح القدس. وعندما يبحث عن صلاح الدين الأيوبي، إحنا مثلا كأكراد، هو أحد علمائنا، لازم علينا يسير على نهجه في مجال البحر وفي كافة المجالات، لأن أحمد محي الدين بيري يعمل في مجالات شتى. المواضيع التي خرج من يد الأكراد، وإحدى من هذه المواضيع هو إيجاد شخصية كردية التي كان يعيش في كردستان التي الآن جزء من دولة تركيا، باسم رئيس بيري. رئيس بيري هو كان يعمل في جيش عثمانيين، هو بحار كبير، هو الذي أوجد بداية الخريطة ورسم خريطة العالم، لكن القومية التركية كانوا يحجبوا عليه، على قوميته يعني، والناس يعرفونه كتركي القومي. إن الشخصية البارزة التي نتحدث عنها اليوم، المعروف بسيد رئيس بيري، هو شخصية بارزة، ولو ثبت بالوثائق، الاستناد على الوثائق الموثوقة، بأن هويته كردية ومن قومية الكردية. عندما ينظر إلى التاريخ الإسلامي وإلى الحضارة الإسلامية، أمامنا عدة رجال بمعنى الكلمة رجال، ولكن في شتى المجالات. أحد هذه الرجال أمامنا في المجال البحري هو رئيس بيري، في بعض المصادر وفي بعض المصادر بيري رئيس. ولد بيري رئيس في سنة 1465، وهناك خلاف في الولادة، وتوفي في سنة 1552، وفي بعض الروايات 53. كانت بيري رئيس أحد الملاحات البحرية، هو من العلماء المسلمين
الذي يعمل أو يشتغل في المجال البحري كانت ربان السفن، وفي بعض المصادر كان بيري رئيس واشترك مع يعني هناك خلاف مع عمه في بعض المصادر، وفي بعض المصادر مع خواله في أحد المعارك في البصرة، في البصرة التابعة للعراق، وهناك هزم في هذا المعركة مع يد البرتغاليين. بعد ذلك عاد إلى مصر، ولكن هناك بعض الدسائس وبعض يد الخونة هناك أعدمت في مصر في سنة 1552، وهو أحد العلماء المسلمين حول البحر المتوسط إلى البحر العثماني، لأنه هو أحد العلماء العثمانيين، وكان عالما جغرافيا وملاحا وقائدا بحريا عظيما ورساما باهرا، أبهر برسمه لخريطته المشهور خريطة العالم، أعجب به أهل الاختصاص الجغرافيون والرسامون. الآن كل الخرائط يعني عيال على خريطة هذا العالم المسلم. أبحر منذ يعني أكثر من 30 سنة، عاش حوالي 90 سنة، أخدم في الجيش الأسطول البحري العثماني في الخلافة العثمانية، وصف يعني العالم يعني نستطيع أن نقول شبرا شبرا. هم عنده هو الخدمة والوطنية والخدمة الإنسانية بشكل عام وليس القومية الخاصة، استناداً بجميع العلماء والأشخاص البارزين في التاريخ الإسلامي الذي ثبت بأن معظمهم أو أكثرهم كانت وجد اختلاف في هويتهم القومية، لأن مسألة القومية عندهم، لأن الفكرة الوطنية والإنسانية عندهم هي الغالبة، استناداً على ما أقره الشريعة الإسلامية بأن الخدمة أو العالمية هي المقصد، وهي المقصد المهم للشريعة الإسلامية وليس القومية الخاصة، كما وصف القرآن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأن القصد من إرساله هي الرحمة للعالمين بأكمله وليس لقومية خاصة. وثبت وقام النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق هذه الفكرة تطبيقا دقيقا، كما أقر الأخوة بين المهاجرين والأنصار، وقام بالتصالح بين القبيلتين التي دام العداوة بينهم لفترة طويلة باسمي الأوس والخزرج، وجمع كلتاهما تحت اسم واحد وهم الأنصار. وهذا دليل واضح بأن الفكرة القومية التعصبية القومية مرفوضة في الشريعة الإسلامية تماما. هكذا الأمهات المسلمات صنعنا علماء وعظماء في التاريخ المجيد لتاريخنا العظيم المشرف أو المشرف. هكذا ظهر عمر بن عبد العزيز الذي أشاع العدل في زمانه، حتى يعني هو المشهور بمقولته أنثروا القمح في قمم الجبال حتى لا يقال قد جاع طائر في بلاد المسلمين. رباه أمه التي كانت من سلالة تلك المرأة التي منعت أمها من أن تغش في اللبن أن تزيد فيها الماء، وكان من سلالة ذاك المرأة التي خطبها عمر بن الخطاب لابنه. وهكذا صنعنا يعني علماء أمثال الأئمة الأربعة الشافعي والمالك وأحمد وأبو حنيفة، رباهم أمهاتهم على الطهارة وعلى الغيرة وعلى الشهامة وعلى العلم وعلى خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية أجمع، أمثال صلاح الدين الأيوبي الذي نفتخر به كمسلمين وكأكراد، وأمثال شيخ سعيد النورسي، نرى إرثه العظيم حتى في هذا العصر الجديد. هؤلاء كلهم
يعني أمثال بيري رئيس رباهم في بيت من يعني من التقوى والورع. يعني هؤلاء ربوا على القرآن والسنة، وهؤلاء هم قادات الأمم بعد أن تمسكوا بالقرآن والسنة وأخلاق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق الخلفاء الراشدين، وساروا على درب قادات يعني القادات الإسلامية الذين مضوا من قبلهم. لذا يعني واجب علينا كآباء أن نربي أبناءنا على أخلاق هؤلاء الشجعان أمثال بيري رئيس، ونأتي بأبنائنا ونعطيهم سيرة هؤلاء حتى يدرسوها يعني كمواد علمية وتاريخية حقيقية، لأن هذا الرجل بيري رئيس سبق كولومبس في اكتشافه للقارة الأمريكية. لازم نفتخر بهؤلاء العظماء، لا نفتخر إلى غيرنا. ونحن الحمد لله يعني تاريخنا تاريخ يعني حافل في كل النواحي، في كل النواحي الحياتي وفي العلوم الشتى. هذا النجيب وهذا القائد بيري رئيس كان أدميرالا، يعني كان قائدا بحريا عظيما، وإلى الآن يفتخر به يعني غير المسلمين، ويشهد له غير المسلمين بعلمه وذكائه وفطنته في تولي القيادة الأسطولية العثمانية في ذاك الزمان، والفضل ما شهدت به الأعداء، وكم يعني بحوث كتب على هذا الرجل. محمد وجد هذا الشيء وعرفها بأنه من قومية كردية. هذا الجهد جهد مشكور حقيقة. والآن بعد تخرجه من جامعتنا بعد سنتين داوم على هذا الشيء وألف كتاب على هذه الشخصية. نشكره كثيرا ونتمنى له بالخصوص. يعني علينا أن نشكر أخانا أخ محمد لحمله هذه المهمة في تعريفه لهذا الشيخ، وجاء بأن يكتب كتابا على هذا الشيخ الكردي العظيم، وليفتح الناس أعينهم مرة أخرى ويروا هذا التاريخ العظيم وهذا الإرث البحري العظيم. ومرة أخرى ندرس هذه الخريطة العظيمة وهذا الإرث التاريخي لعالم مسلم، لقائد مسلم، ونفتخر به ونري أبناءنا هذه الخرائط ونريهم أمثال الشيخ بيري حتى نربي أبناءنا على درب آبائنا وأجدادنا المسلمين الذين يفتخر بهم التاريخ. والتاريخ مشرف بهؤلاء لأنهم كانوا صادقين وكانوا سلميين. بيري رئيس يعني كان في تجوله وفي ملاحته البحرية وفي يعني ذهب شرقا وغربا، يعني وصل إلى أمريكا وإلى القطب الشمالي، يعني وهذا ما يعني تبين به خريطته. لماذا؟ للتعارف مع الآخرين وليعرف الإسلام يعني العظيم، وليتعرف الناس على الإسلام وعلى أخلاق المسلمين، وحتى يدخلوا في دين الله أفواجا. ورحم الله شيخ بيري وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. علينا كمسلمين يسير على نهج هذه العلامة وهذه العالم في المجال البحري.